السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الفل والسعادة، يا صباح الجمال، يا أحلى أحلى متابعين في الدنيا. يسعد صباحكم ويسعد أيامكم يا حبايب. إن شاء الله نعمل النهاردة شوية محشي كروم مع لحمة محمرة. ألف ألف هنا وصحة وعافية على قلبكم حبايب، ويا رب اللي يشوف الفيديو يعمل لي لايك واشتراك ويقول لي هو بيتابعني منين. ربنا يبارك فيكم ويجازيكم خير عني وعن المسلمين. كل سنة وانتم بألف خير يا رب العالمين. أحلى محشي دي ولا إيه؟ احلى محشي لحبايبي واخواتي واصحابي. كل سنه وانتم بالف خير مع احلى حله محشي كرومبي يا حبايبي. الف صحه وهنا وعافيه. خش الفيديو مع بعض. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله يا حبايبي نعمل مع بعض شويه محشي كرومب بالف هنا وصحه وعافيه وسعاده على قلبكم يا رب العالمين. حطينا معلقتين سمنه كبار وشويه زيت يا حبايبي، وفرمت بصله في الكبه ونزلت بيها على السمن. هتتبل معايا، وبعد كده هنزل على بالطماطم يا حبايبي، وحطيت فريح مني ميه مغليه، غليت الميه بحبه بقشره ليمون وشويه ملح، ونزلت فيها بالكرنب بتاعي. على ما البصله بتاعتنا تتبل يكون الكرنب برضو ايه، والتسبيكه بتاعتنا عامله تكون الكرنب انسلق. لازم يا حبيبتي كده يبقى انت ايه ايدك شغاله في ده وفي ده، عشان برضو ايه الوقت وكده، وما تقعديش مجهودك كله في انك بتعملي طبخه تجهدي نفسك. فانت هنا بتحط الميه تغلي، فريح منها بتكوني مقطعه البصله على قرن فلفل بتشوحيه، وتنزل عليه بطماطمك، بتقلبي الكرنب مره واتنين، تبص تلاقي نفسك احلى كرنب. كرنب يا حبيبي نقورها من فوق وننزل بقى بحالها في الميه. لو كبيره بنزل كده ايه يعني بجنبها من نص ديله ونص كده، وبتعمل معايا تبقى زي الفل. لا بقطع الكرنب ولا حاجه، بتقوريها من فوق وتنزلي بيها. وعندنا الطماطم اللي احنا مفرزينها في الفليز، دايما بقول لكم ايه، احنا عندنا برضو بفيديو الطماطم اتفرزه، انا مفرزاها معاكم قبل كده. دايما بقول لكم الطماطم وهي رخيصه هاتوا يا حبايبي وحدوه في الفليزر، اعمليها صلصه وحدوها في الفليزر. بتجيبي الطماطم تقطعي وفي حله على البوتاجاز يا حبيبتي، وحطيها ولعي عليها النار. بص تلاقي الطماطم استوت، بعد ما تستوي وتصفي ميتها اللي فيها دي اللي بيبقى فيها املاح، بتصفي الميه بتاعتها وتاخديها على الكب او الخلاط، اهرسيها وارجعي حطها في الاكياس في الفليزر. بتيجي بقى في الوقت الطماطم دلوقتي يا حبيبي ب 20 جنيه وب 25 جنيه، مين دلوقتي في الزمن الصعب اللي احنا فيه ده كل حاجه غالي، فالحاجه اللي في الفليزر بيجي لها وقت وبتحتاجيه. تشتري دلوقتي كيلو طماطم في الاسبوع هيكفيك على قد حته السلطه بس. فمعلش يعني ان كنت انا اتكلمت في حته طماطم وكده، فاي حاجه تحت ايدك بتتوفر وهي رخيصه هاتي وحطي في الفليزر معاكي. باميه، ملوخيه، تفريز الباميه سهل، وتفريز الملوخيه سهل، وتفريز الطماطم سهل، تفريز المانجا سهل، كل الحاجات دي بتلاقيها في الوقت يا حبيبتي. بيتك بيبقى مليان خير وعمرانه، وما بتحتاجيش اي حاجه وما بتقفيش على باب اي حد. يا رب الف صحه وهنا. كده قطعنا الكرنب سوا، حطيناه في ميه بارده يا حبيبتي وقطعناه، والكرنب الاخضر استوى واترخر وقطعناه. وبعد ما نخلص تقطيع كده بنكون احنا مخرطين الخضر بتاعنا وحطيناه على التسبيكه وظبطنا. وهتشوفوا دلوقتي هنروح نغسل لحمتنا ونعلق عليها برده. هنقطع بس شويه الورق دول ونقلب التسبيكه بتاعتنا ونغسل لحمتنا وبرده نشوحها تشويحه تمام كده ونسقطها. قطعي ورقك كده وظبطيه. التقطيعه دي بتبقى حسب رغبتك انت على قد مقاس المحشيه اللي هتعمليها يا حبيبتي. وبعد كده بقى خش بقى علقي على لحمتك، هتلاقي كل حاجه مترتبه معاكي وما شاء الله. التسبيكه بتاعتنا استوت اهي، واللحمه بتاعتنا هنشوحوها سوا بألف هنا وبألف صحه وبألف عافيه. واللي وصل معايا يا حبايبي لحد هنا في الفيديو يديني لايك ويعمل لي متابعه، ربنا يبارك فيكم يا رب. واشترك في القناه، اللي ما اشتركش يا حبيبي اشترك في القناه، واديني كومنت ايجابي كده يشجعني، ربنا يخليكم ليا ويديمكم يا رب العالمين، وربنا يبارك في عمركم. اللهم امين يا رب العالمين. كده يا حبيبي نزلنا باللحمه وعليها البصل، هتشوح تشويحه كويس، قلبها مرتين ثلاثه، وانزلي بقى بقرن فلفل بجزرايه بالتوابل، توابل لحمه وفلفل اسمر وكمون. هتبص تلاقي اللحمه معاكي نفسها جميل، ما تكتريش التوابل قوي برده يا اللحمه ايه كده كده لذيذ. هتنزلي بالتاول بتاعتك، وبعد كده هنزلي بالطماطم يا حبايبي، وسيبيها تتشوح بقى، وبعد كده انزلي بميتك، هتاخد تشويحتها تمام قبل ما ننزل بالميه. ماشي يا حبايبي. التسبيكه بتاعتنا جاهزه اهي، بسم الله ما شاء الله عليها، ولحمتنا بتتشوح اهي. ننزل بقى بالميه المغليه، برضو ميه مغليه يا حبيبتك، غاليه في الكاتل، غاليه اي في براد اي حاجه، وانزلي على لحمتك يا حبايبي. وتشويحتنا والتسبيكه بتاعتنا خلاص كده تمت. هنغسل رزنا بقى اهو، نقلب بقى خضرنا والرز، ونقعد بقى نعمل احلى شويه محشي بالف هنا والف صحه والف عافيه على متابعين الحلوين يا رب. صابع صابع الست، تعملي المحشيه كده صوابع الست بالف هنا وبالف صحه، والحاجه تعمليها بحب. ديت اسماء مرات احمد، ربنا يخليها لي يا رب ويديها الصحه والعافيه، اللهم امين يا رب العالمين. ويخلي لكم كل حبيبي حبايبي
يخليكم كل حبيب وما يحوجكم لحد ابدا. اللهم امين يا رب العالمين، وجعلهم دايما كده حنينين علينا يا رب. كده حبيبي بدانا في المحشي بقى. احنا بنعمل قاع الحله زي ما احنا متعودين، طماطمايه فلفلايه جزرايه بصلايه بتتبليها وتنزلي بقى على طول احشي بقى، هتلاقي احلى شويه محشي بالف هنا وبالف صح. وبالنسبه للتفريزات يا حبيبي اللي كنت بتكلم فيها من شويه، اي حاجه يا حبيبتي تلاقيها رخيصه في السوق هيجي عليها وقت وبتبقى غالي، بالذات في الزمن الصعب ده، وكل يوم والتاني الاسعار بتولع. احنا مش عارفين الزمن واخدنا لفين، او احنا رايحين على فين. ما احنا الله اعلم، الله ورسوله اعلم، ربنا يلطف بينا ويلطف بعباده. فيا حبيبتي في طماطم رخيصه، هاتي بالعدايه وبالاتنين افرمي، عندك الفليزر حطي، ما عندكيش فليزر سواها حلو اعملها صلصه. ماشي يا حبيبتي؟ يعني سواها حلو اعملها صلصه وباب التلاجه حطيه. عندك فليزر خلاص زي ما انا قلت لك اغليها غلوتين ثلاثه، تصفي ميتها، وبعد ما بتصفي الميه اللي فيها املاح زي دي بنصفي الميه بتاع الاملاح دي وبناخد الطماطم بقى، بتلاقيها صلصه حمرا دم. وبيبقى كمان الطماطم في الايام اللي بتبقى زايده فيها وكتير فيها بتبقى رخيصه. الباميه ايام ما بتبقى رخيصه بتجيبي بالخمسه سته كيلو، فرزيهم، اغلي الميه وفرزي شويه سكر كده شويه بيكنج بودر، وسقطي الباميه فيها وطلعها بميه ساقعه وحطها في الفريزر وخلاص على كده. الملوخيه نفس الطريقه، الملوخيه انا هعمل لكم برضو فيديو ازاي بنحفظها في الفريزر من غير ما نخرطها ولا نتعب نفسنا، وبتطلعيها تفرماها في الكبه بتبقى عسل ان شاء الله يا حبايبي. الفيديو الجاي اول ما هلاقي في الملوخيه كويسه في السوق هجيب لكم واعمل لكم الفيديو بتاع ايه تفريز الملوخيه من غير تخريط ولا اي حاجه، وهجربها معاكم، هنضربها في الكبه ونسويها كمان. طبعا انا سويت معاكم الملوخيه اللي انا مفرزاها اللي انا عملتها ديت، طالعه جميله بصراحه، تحفه وخضره والقوام بتاعها ممتاز. اللي احنا عاملينها فيديو في القناه طالعه ممتازه، انا مسويها معاكم وعاملاها معاكم في فيديو لسه الاسبوع اللي فات ده. فانت حاولي يا حبيبتي على قد ما تقدري لملامي، على قد ما تقدري الحاجه رخيصه هاتي وحطي، ما تقوليش لا ده كتير، لا بيجي عليها وقت تبقى بال 20 وبال 25 والله اعلم احنا رايحين على فين. الباميه ما نزلتش عن 30 جنيه السنه دي، يعني الباميه ما نزلتش عن، بتهيألي معظم الناس ما فرزتش باميه. والله انا كان فايض عندي باميه من السنه اللي فاتت، وجبت عليهم يجي 3 كيلو ولا 4 كيلو وحطيتهم في الفريزر. هيجي يوم برضو الواحد بيبقى محتار بيطلع. البسله يا حبيبتي بتجيبيها تفرطها برضو وتحطها في كيس في الفريزر، ورق العنب في ايام الموسم بتاعه بتجيبيه تحطيه، بتلفيه كده في اللور كده وتحطيه، جميل جميل جميل. انا عاملاها برضو فيديو على القناه يا حبايبي زي الفل، بسم الله ما شاء الله كل حاجه. يعني انا ممكن يعدي عليا سوق ما اروحش اسوق، ليه؟ كل حاجه في البيت. الفراخ بربيها في البيت زي ما انتم شايفين كده، وبذبح بعمل، جبنا مره لحمه، جبنا ما جبناش ما جبناش، بتسوي من البيت وبتذبحي وبتعملي. فحبيبتي حاولي على قد ما تقدري، الزمن اللي احنا فيه صعب، الزمن اللي احنا فيه صعب. انا هبقى اعمل لكم فيديو برضو يعني ايه دراسه جدوى كده عن تربيه العشر فرخات، هيصرفوا منك كام وهياكلوا منك بكام وبقد ايه بالظبط، وهعمل لك كل، هعرفك كل حاجه عن، هعمل لك عن 10 فرخات كده. بقول لك لو في البلكونه اعملهم يا حبايبي، والله الزمن احنا فيه ده عايز كل حاجه. فربنا يعيننا ويقدرنا ويقوينا يا رب العالمين، ويجعلنا دايما بيوتنا مليانه خير، اللهم امين يا رب العالمين. فحبيبتي ما تستبعديش حاجه، ما تستبعديش حاجه، وما تقوليش انا 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 لا انا ما بعرفش، لا ابحثي ودوري وتعلمي. الزمن صعب، الزمن صعب، وحافظوا حافظوا على قد ما تقدروا على بيوتكم وعلى خيركم، هتلاقي الخير بيزيد معاك بسم الله ما شاء الله. زي ما انتم شايفين بقى، شفت المحشيه بقى قد ايه؟ صوابع ست يا حبايبي، يعني بسم الله ما شاء الله. تسلم ايدك يا ام مدحت يا غالي، ربنا يخليكي ليا يا قلبي يا رب. دي بنتي التانيه دي، انا عندي ايمان وعندي اسماء، ايمان بنتي واسماء مرات ابني، ربنا يخليهم، ربنا يخليك يا ام هنا ويخليك يا ام مدحت، يبارك فيكم يا رب ويصلح حالكم ويحفظكم يا رب، ويكفيكم شر العين وشر المستخب، ويحفظ اولادكم واولاد المسلمين يا حبايبي يا رب، يا رب يحفظ اولادكم واولادنا اولاد المسلمين اجمعين يا رب العالمين. بسم الله ما شاء الله كده قعدنا قصاد بعض نحشي بقى ونساهر بقى ونضحك الوقت بيعدي في لحظه، في ثواني كده تلاقي شويه المحشي دول ما خدوش مننا يمكن مش ربع ساعه، اي والله العظيم يمكن ما خدوا ربع ساعه لحبه المحشي دول، في ثانيه كلمه منها على كلمه مني وسهرايه، تبص تلاقي كل حاجه عدت، وكل حاجه بتعدي حبايبي، وبالف هنا وبالف صحه وبالف سعاده يا رب العالمين. فشوفيني انا عايزين اعمل فيديوهات ايه معاكم، لو انتوا عايزين اي تفريزات اي فيديوهات اي حاجه، عايزين اي حاجه اكتبوا لي في التعليقات واحنا هقدمها معاكم برضه. وبالنسبه للي قالوا لي في فيديو الشنطه بتاع السعوديه ما تتفتش، لا يا حبيبي الشنط ما بتتفتش، انت هتبقى واخده ممنوعات، يعني انت واخده اكل وهم عارفين انت واخده اكل واخده طبيخه واخده حاجات واخده حلل،
بيبقوا يعني عارفين انت رايح السعوديه رايح حجه او عمره، عارفين الدنيا بحالها بتاخد يا حبايب. ما هو انت لازما عشان تقدري تقاومي انك انت تعبدي ربنا صح وانت تعملي الفرض اللي عليكي صح، لازما تاكلي وتشربي. مش كل واحده داخله تقول لي مش عارف ايه حلال ومش عارف ايه كذا ومش عارف، لا يا حبيبتي خدي كل حاجه. اسمعي من خالته ام احمد، انا الحمد لله يا رب العالمين ربنا يديمها علينا يا رب وما يحرمنا وربنا يكتبها لكم. احنا انا رايحه الحمد لله يا رب العالمين، يا رب تديمها نعمه عليا وعليكم حبايبي وربنا يكتبها لكم. فما تسمعيش الكلام اللي بيقول لك ايه انت واخده حلال انت واخده، ايوه ايوه انا باخد حلالي وباخد اكلي وباخد كل حاجه، معلش فرق العمله بيفرق معانا احنا. في ناس ماشي هتروح تاكل وتشرب في الفندق، الله يسهل لكم، احنا كنا بنروح ناكل ونشرب في الفندق بس برضو ايه كل مره مش زي بعضها كده يا حبيبي. شوف المحشي بسم الله ما شاء الله بيتكتك، ايه 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 الله اكبر، بالف هنا بالف هنا والف صح، بيتكتك كده مع نفسه كده. بص بقى في الوقت ده كده بتروحي مهديه النار شويه عليه ونقدم بقى مع بعض البوفيه بتاعنا بالف هنا وبالف صحه وبالف عافيه على قلبكم حبايبي. وتفضلوا معانا والله العظيم ما هي عزوم، والله العظيم ما هي عزومة، أجيبه لكم لحد البيت بألف صحة لكل من شاف وكل اللي كل وكل اللي داء بألف أنا وألف صحة. وأشوفكم على خير يا حبيب في فيديو جديد، وما تنسونيش بقى في الشير واللايك والاشتراك في القناة. أنا عايزة القناة تكبر بحبيب وعيلتي تبقى عيلة كبيرة وفي كل الدنيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.